لكن يبقى هناك كلام مهم في الغربال. بسم الله نبدأ. على بركة الله الأهلي يبدأ مشواره الحلم الكبير من تونس، ولقاء الاتحاد المنستيري يوم الأحد إن شاء الله الساعة 4 العصر بالتوقيت القاهرة. البعثة وصلت النهاردة، ومعنا من سوسة الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى هناك. مساء الخير يا كريم، والحمد لله على السلامة. مساء الخير عليك طبعا استاذ ابراهيم المنينسي، وكل التحيه للبشمهندس عبد القيعي، والله يسلمك طبعا، وبنقول الحمد لله على السلامه على بعثه فريق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يعني تكون انطلاقه كالعاده تسعد كل جمهور النادي الاهلي، ويا رب تكون ال 11 اهلاويه باذن الله. خدنا على سوسه بقى بالتفاصيل يلا. بالتاكيد طبعا يعني ابدا معاك من البدايه بالتدريب الاول لفريق النادي الاهلي هنا في طبعا في مقر النادي الاهلي بالجزيره اللي كان صباحا، ومنها مباشره على مطار القاهره. يعني اقلاع الطياره كان في الرابعه عصرا، يمكن الرحله استغرقت 3 ساعات، ومباشره وصلنا الى مطار المنستير حبيب بورقيبه. يعني اقدر اقول لك فندق الاقامه بيبعد من 25 ل 30 دقيقه. وصلنا بالفعل بسلامه الله كالعاده طبعا، يعني السفاره ومسؤولي السفاره هنا كانوا في استقبالنا طبعا مع رئيس البعثه نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ العامري فاروق، اللي يمكن قام بترتيبات كبيره جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي. الحقيقه اللي يمكن كان دورهم اكبر، لان انا يمكن هاكد على كابتن سمير والكابتن سيد عبد الحفيظ، لان يمكن هم وصلوا يوم الثلاثاء، لكن وصلوا لمطار قرطاج، ومن قرطاج ساعتين الى هنا طبعا لسوسه. الفندق هنا متواجد طبعا في منطقه سوسة، فيمكن استغرقت الرحلة يعني عدد كبير من الساعات، لكن الحمد لله طبعا يعني المجهود الكبير اللي بيبذل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في توفير طائرة خاصة في اختيار فندق إقامة يكون مميز لفريق النادي الأهلي، دي الأمور بتساعد بشكل كبير جدا لعيبة النادي الأهلي. المجلس الإدارة بيحاول يوفر كل المناخ الطيب كالعادة للاعبين عشان تركيزهم يكون كالعادة في 90 دقيقة. يا رب إن شاء الله بنأملها تكون انطلاقة جيدة جدا لفريق النادي الأهلي، ويستعيد البطولة الغالية جدا على كل جمهورنا اللي تكون في دولاب بطولات النادي الأهلي مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن في نقطه مهمه جدا حابب اكد عليها، مجرد وصولنا هنا في سوسه انت عارف طبعا بنحاول نجمع بعض المعلومات عن الامور الخاصه بالملعب وحضور الجماهير ولتدريبنا والملعب الفرعي، كل الامور دي بتكون من خلالك. يعني هقول لك معلومه مهمه جدا، تمت الموافقه على 8000 مشجع مبدئيا لفريق الاتحاد المنستيري على ملعب مصطفى بن جنات، لكن احنا عارفين ومتعودين يعني الثمانيه بيبقوا 10 والثمانيه بيبقوا 12، كل الامور دي نادي الاهلي متعود عليها، لكن لعيبتنا عندها تحدي كبير. التركيز باين يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم الطياره من الكلام اللي على هذه المباراه، على الانطلاق، على اسعاد الجماهير، كل الامور دي الحقيقه مطمنانا بشكل كبير جدا، ومديانا امل وحافز كبير ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقتنا جيده جدا في هذه البطوله المهمه جدا والصعبه جدا في انطلاقتها ان شاء الله. بص يا كريم، سوسه دي بلد ساحليه شبه الغردقه، وفيها قرى سياحيه، وانا رحتها مع فريق النادي الاهلي كنت رئيس البعثه، وهي بالمناسبه بلد عبد الحميد شتال يعني. لكنها هي بلد النجم الساحلي، فالاتحاد المنستيري وضعه ايه بالنسبه في شعبيته بالنسبه لسوسه؟ ولا انا اظن كده انها بلد النجم الساحلي على طول، المنستير جنب سوسه على طول. فالوضع في الشعبيه ايه؟ يعني الكل مجرد الحقيقه يا باشمهندس عدلي وصلنا هنا الكل بيتمنى لنا التوفيق. يعني طبعا اكيد معلومه حضرتك صح جدا، هم مايلين بشكل كبير جدا للنجم، وده يمكن الكل بيكلمنا هنا، لكن النادي الاهلي بقيمته الكبيره الحقيقه هنا في سوسه في تونس في اي مكان بنروحه، يعني الكل بيشجع النادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، بيحب اللغه المصريه. يعني انت عارف طبعا المدينه هنا مدينه ساحليه، ويمكن كابتن سيد والكابتن سمير ابو مجهود كبير جدا الحقيقه في فندق الاقامه، لان انت عارف في توافد كبير جدا من السياح في بطوله التنس الدوليه الحقيقه هنا على مستوى كبير جدا، ففي صعوبه شويه في موضوع الفنادق ده، لكن الخبره الكبيره تدخلت مع الكابتن سمير الكابتن سيد ان يكون في اختيار موفق جدا لفندق الاقامه هنا. لكن الحقيقه يمكن احنا وصلنا بدري ما قابلناش ناس كتير، لكن غدا مع تدريبنا الاول ان شاء الله باذن الله ليكون 10 صباحا هنا بتوقيت تونس، هيكون طبعا على ملعب فرعي يبعد عن فندق الاقامه طبعا ب 15 او 20 دقيقه. التدريب الاول يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم بيبين وبيدينا الانطباع ان لعيبه النادي الاهلي عندها الرغبه الكبيره والحافز الكبير والاصرار، من السبرنتات، من الجري، من الحديث،
من كل الحاجات دي. فيا رب ان شاء الله باذن الله اللعيبه تحافظ على بعضها بشكل كبير جدا على مدار ال 48 ساعه القادمين. تدريبه يكون غدا وبعد غد طبعا على الملعب الرئيسي. لكن بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي، يمكن مباريات الثلاث الوديه لم تذاع، يمكن ده امر طبعا كان رؤيه الجهاز الفني، لكن بطمن كل جمهور النادي الاهلي لعيبتنا مركزه بشكل كبير، ادت مباريات على اعلى مستوى، لاعبين عائدين طمنا عليهم، على راسهم اكرم، محمد شريف، قفشه، كل اللعيبه، حسين الشحات، كل اللعيبه الحقيقه كانت بتادي اداء مميز جدا. فكانت مكاسب كبيره جدا لمستر مارسيل كولر المدير الفني، اللي يمكن حط ايده على بعض طبعا الامور الخاصه باللاعبين والمهام والواجبات وكل الامور دي. فيا رب ان شاء الله يكون موفق جدا في التشكيل واختياره وادارته الفنيه على مدار الايام القادمه، وان شاء الله ال 11 تكون اهلاويه. يا كريم، يعني توفرت انباء عن الاتحاد المنستيري اللي هو ظهر فجاه مفاجاه في الرياضه بشكل انه هو فاز على كل فرق تونس تقريبا، عن نجم وعلى ترجي وعلى الافريقي، واعتقد انه ما سابش فرقه ما غلبهاش وعمل نتائج قويه جدا، ويقال انه قام بتدعيم نفسه كمان استعدادا للبطوله دي بشكل قوي جدا. هل توفرت لدينا المعلومات الكافيه عن هذا الفريق، ولا هم لابدين في الدوره زي ما بيقولوا عشان يفاجئونا؟ يعني طبعا بالتاكيد نتكلم طبعا في نقط مهمه جدا يا باشمهندس عدلي. كمان عايز اقول لك ان هم بادئين كمان مباريات، يعني يمكن هم كمان بيلعبوا مباريات قبل النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي هتكون كمان انطلاقته هي يوم الاحد، لكن الاتحاد المنستيري يمكن بيجهز وبيحضر، عنده حافز كبير، نتائجه كانت مميزه جدا خلال الموسم الماضي، بيدعم بعض اللاعبين، عنده كمان لاعبين كانت مصابه خلال الفتره الماضيه عادت كمان. لكن يمكن الشيء الايجابي والمهم جدا هنا في معسكر فريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي هو التركيز فقط لغير في 90 دقيقه، يعني مهما كانت طبعا التحديات، حضور الجمهور، العدد، التدعيمات، ارض الملعب لسه كمان، يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ تفقد ارض مصطفى بن جنات، عايزين نشوفه على ارض الواقع، يعني ممكن تلاقي النجيله عاليه، ممكن تلاقي فيه مطبات، كل الكلام ده لازم يكون على ارض الواقع. الملعب مكشوف شويه، ملعب يتسع ل 20 صغير اظن، يعني هو شبيه شويه بملعب الجونه. ايوه بالظبط، صغير يعني الملعب الجونه برضه صغير شويه. طيب يعني 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 ما هو مؤكد الناس بخبرتها عندها كل النقاط اللي بنتحدث فيها وعامله حسابها، لا يبقى الا ان احنا نتمنى الخير. الطقس عندك عامل ايه يا وليد؟ يا كريم، تالي الطقس هيبقى زي مصر. الطقس مميز جدا في هذا التوقيت، يعني في هذا التوقيت الجو مميز جدا، لكن لسه كمان انت عارف المباراه هتكون يعني في توقيت العصر، في 3 عصرا، فلسه كمان محتاجين ان احنا نشوف الجو والرطوبه هتكون بالنسبه لنا عامله ازاي. لكن الجو في هذه اللحظات مميز جدا، بنامل ان شاء الله في موعد المباراه يكون الطقس والمناخ والظروف وكل الامور ان شاء الله تكون مع فريق النادي الاهلي، ونعود من تونس بنقاط مهمه جدا ان شاء الله في انطلاقه البطوله الافريقيه، ويا رب تكون اهلاويه ان شاء الله. شعرت باهتمام الجمهور بشكل قوي ولا لحد دلوقتي مش باينه قوي؟ من المطار يا باشمهندس الكل بيقابل والكل بيحفز الحقيقه لعيبه النادي الاهلي، التقاط الصور التذكاريه، كل الامور دي الحقيقه يمكن النادي الاهلي متعود عليها بشكل كبير. لكن زي ما بقول لك احنا وصلنا في وقت يعني ما كانش فيه عدد كبير من التواجد، لسه الامور دي هتبان بشكل كبير جدا غدا وبعد غد. لا اتحدث عن جماهير التونسيه كبيره جدا في اي مكان، اتحدث عن الجماهير بالتاكيد. ما انا بكلم برضو على الجانب التونسي اللي بيحب النادي الاهلي وبيحفز النادي الاهلي وبيحاول يلتقط صور تذكاريه، يمكن هنا طب واللي بيشجع المنستيري كبيره باشمهندس عدلي. انت هو انت مش هتلمس لسه ما بيناش يا باشمهندس عدلي حد لسه، لا لان انت في سوسه وهم في المنستير، هو جمهورهم في المنستير. هو احنا هنلعب في سوسه وفي المنستير؟ لا هو هيقيم في سوسه والماتش في المنستير. 20 دقيقه انا قلت السوسه دي بلد النجم، سوسه والمنستير والحمامات ثلاث مدن ساحليه جنب بعض، ده مدن القناه كده. ايوه الحمامات فيها بعثه كره اليد، حصل تواصل بينكم وبين البعثه؟ يعني هو الحقيقه النقطه دي مهمه جدا، لان التواصل كان من الكابتن سمير والكابتن سيد الحقيقه اللي قاموا بدور مهم جدا، وزاروا الحقيقه بعثه فريق النادي الاهلي لكره اليد لدعمهم وتحفيزهم كالعاده، وامر كان مهم جدا لكابتن سيد والكابتن سمير عدلي. اللي يمكن المسافه يعني انت عارف خلاص احنا دخلنا مع فريق النادي الاهلي، البعثه الاعلاميه الكل مركز بشكل كبير جدا في كره القدم، لكن دور الكابتن سيد والكابتن سمير كان مهم جدا، اطمنوا وحفزوهم. يا رب ان شاء الله نرجع من تونس سواء ببطوله اليد او النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يكون خير ونعود من تونس ان شاء الله بفرحة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهلي على مستوى الألعاب الأخرى وعلى فريق كرة القدم، الفريق الأول لكرة القدم. مارسيل كولر دي السفرية الأولى له مع الفرقة في أول مباراة، رصدت أي انطباعات أولية عنده؟
يعني طبعا يعني الراجل مركز بشكل كبير جدا، الراجل بيحضر في كل دقيقه في الطياره، متابع اللابتوب قدامه بيتابع وبيشوف اللعيبه وبيتكلم مع اللعيبه كلها، بيحاول يحفز اللعيبه. يعني كل الامور دي شفناها على مدار الايام الماضيه، مدار التدريبات، المباريات الوديه. الامل الكبير بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله ان احنا في الملعب في ال 90 دقيقه القياده الفنيه تكون كالعاده على اعلى مستوى، لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير، التعليمات والجمل اللي تم تحفيظها والتكتيك الكبير جدا اللي يمكن اشتغل عليه مستر مصر الكوره لعيبتنا تطبقه بشكل كبير، الفينش، السرعات، كل الامور دي الحقيقه بشخصيه اللعيبه هي دي اللي هتحسم هذه المباراه. الانطلاقه مهمه جدا، فريق مميز جدا، عنده الحافز، عنده الجمهور وعنده الرغبه، لكن ان شاء الله يكون حافزنا اقوى ورغبتنا اكبر ان شاء الله، ويعود النادي الاهلي باذن الله منتصر من تونس. بكره التمرين الاول صباحي قبل صلاه الجمعه مش كده؟ ان شاء الله باذن الله التدريب هيكون في العاشرة صباحا. انت عارف الترتيبات هنا لصلاه الجمعه، فيمكن الاختيار كان موافق للكابتن سيد عبد الحفيظ لاختيار تدريب فريق النادي الاهلي. يتحرك فريق النادي الاهلي 9:30 طبعا بتوقيت تونس، تدريب 10 هو هيكون 60 دقيقه فقط لغير، وبعد غد ان شاء الله يوم الجمعه يكون ايضا تدريب، ويوم السبت تدريب، ويوم الاحد ان شاء الله يكون مباراه فريق النادي الاهلي امام الاتحاد المصري. عندك اي اضافات ثانيه يا كريم؟ يعني دعوات كل جمهورنا بقى العظيم، جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله نكون انطلاقتنا جيده جدا، ويا رب ان شاء الله يوفق فريق النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله باصراره وعزيمته الكبيره وروح الفانيله الحمراء باذن الله يسعد جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. انقل الى البعثه تحياتنا ودعوات كل الجمهور المصري في ظهرهم باذن الله. شكرا يا حبيبي. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى سوسه. السوسه البعثه هتقيم فيها، تتحرك للمنستير حيث الملعب مصطفى جنات يوم الاحد ان شاء الله، بين الاثنين 20 كيلو، فهو الاتوبيس يا دوب بين الناحيتين اسماعيليه بورسعيد كده. فهتبقى الاقامه كابتن سيد يمكن فضل ان هي البعثه تقيم في سوسه، عدد الفنادق المتاحه افضل شويه من المنستير، وبالتالي اعتقد هتبقى فيها كتير من الهدوء والراحه للبعثه باذن الله.